اهلا وسهلا بالساده المشاهدين. هنشوف العجينه موجوده عندي ديت، انا ما رضيتش افردها عشان فرد العجينه له سر برضه، فانا عايز تتابعوا معايا العجينه بتتفرد ازاي، وخاصه الحاجات اللي انا هستخدمها. عندي الصواني بتاعتي اللي انا هعمل فيها العجينه اهيت، الصينيه دي بتاعت الفرن، فينا نعمل كميه او عجينه هتبقى عجينه مستطيله. خلينا نطلع من موضوع ان العجينه البيتزا متعودين ان هي نشوفها مدوره. جايب الصينيه المدوره